السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استخارة من القرآن الكريم لبرج الجوزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاستخارة تخص رجل الجوزاء وأنثى الجوزاء. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أجمل طاقة لبرج الجوزاء، لأن الله سبحانه وتعالى معانا في جميع أمور الحياة الدنيا. عندك طاقة عراء، عندك طاقة زعل يا الجوزاء، عندك طاقة زعل لأن صار معاكم موضوع يمكن مشكلة. هالموضوع عشان أرى في طاقة زعل، لأنه صار معاكم موضوع هي مشكلة أو فقدان مال أو سرقة معاكم، لكن بيه أرى بيه خير، في خير، أرى في خير. لكي تعرف مقام الآخرين وتصح على روحك، لأن أنت ثقة بهؤلاء الناس، لكن هم ليس أهل ثقة، ليس أهل ثقة. اعلم يا الجوزاء، هذا الأمور مدبرة ليك من الله، لأن أنت مريت بمراحل صعبة جدا من الحياة، وربك يريد لك مراحل جديدة في الحياة القادمة. ليس عندك مراحل ما خلصت عندك، لكن راح تخلص من مرور الوقت. عندك أكثر من طريق بيهم الخير يا جوزاء، عندك أكثر من طريق بيهم الخير. أبشر بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسهل لك ربك، يسهل لك وعليك جميع الأمور. هتلاقي جميع الأمور هتتسهل ليك بفضل الله تعالى. الأيام القادمة أرى عندك روحانيات عالية جدا، بس لن تفيدك. عندك طاقة روحانيات يا الجوزاء، بس لن تفيدك، ما فايدكش في حاجة، يعني مش متفاعلة معاك، مش مفيدة معاك. طاقة روحانيات شديدة أرى في أمور كثيرة تحتاج أنت في الوقت الحالي بسبب طاقة الروحانية موجود. راح تكشف أمور ما تدخل عقلك، وتشوف عينك أمور أنواع وأشكال راح تشوفها. البعض منكم يريد يخلص من موضوع، في موضوع شغل بالكم، أرى منكم يريد يخلص من هاي الموضوع. إن شاء الله خير، بس هذا الموضوع ناس في عمل ما تحب الخير ليكم، في ناس ما تحب الخير ليكم، وراح تسوينا مشاكل. بس لا تخاف، الانتصارات لكم بإذن الله تعالى. الانتصارات أكو في انفصال بين طرفين، لكن هذا الانفصال بالخير، بالخير. البعض منكم، وليس الكل، أرى كل واحد منكم يعرف قيمة الشخص الآخر، وأرى في خروج طرف ثالث. دي امرأة في خروج طرف ثالث، هي امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك تطور في أشياء وليست شيء واحد، وإبداع في أمور. في شخص مقرب من شخصين، أنت الجوزاء مقرب من شخصين، أنت منتظرهم أو منتظر قرار. هذا القرار يكون بدك، هذا القرار، القرار هذا يكون صح، يكون صح. أرى بسم الله الرحمن الرحيم. ساعد الشريك أو ساعدت الشريك لإثبات نفسه مجددا، وعادت الثقة إليه بعد الأزمة التي مر به.
أرى يثورك حزن داخلي في هذا الفترة. تجاوز هذا الشعور قبل التعب، هذا تجاوز هذا الشعور. أرى تعيد النظر في أمورك العقلية وتفكر بهدوء لإيجاد الحلو لمناسبة ليه. أرى هتستفيد من النصائح التي تقدم إليك، وتشعر بأن حياتك تجري في المسار الصحيح. كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن تريد أو تلاقي مساعدة بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآل بيته الطيبون. بسم الله الكاش، بسم الله، بسم الله. لأن أرى كان في هي مسار حياتك والتعب والعراقيل، هذا أثرها هي العين، عين حاقدة عليكم يا الجوزاء، كن حذر من هي العين. عندك نصرة، عندك نصرة ورجوع حق، عندك نصرة ورجوع حق. رقبة بتدور على شيء مفقود منك، أو بتدور على شيء مفقود منك راح تلاقيه عن قريب بفضل الله تعالى. أرى في هي، بس أنا عايزك تكون حذاري من هي العين، هي العين شديدة عليك، حذاري. أن عايزك تخلص، لأن أراك في قلقان على شخص مريض من عائلتك. عندك الحسد شديد من المقربين، مؤثر على حياتك كلها، رزق معطل، نفور بيتك بينك وبين الشريك، وأرى وتفكر بالانفصال، مو طايق أي شيء. حصن نفسك جيد، حصن نفسك جيد. بعض الطاقات هي عندكم وسواس قهري مؤثر جدا عليكم، ما مستمتع بالحياة، ودايما الأفكار السيئة اللي مسيطرة عليك. عليك وعلى الاستغفار والأذكار. أرى يوجد امرأة معها بنت تريد تأذيك، تريد تأذيك بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان، داية تلف حواليك حتى تلدعك، ولكن بأمر الله ربنا راح يحفظك. مظلوم، أراك مظلوم من شخصية بتتكلم عنك، وما كنت متوقع انه راح يتكلم عليك في يوم من الايام. صلح بينك وبين الشريك ورجوع للمنفصلين، واللي يفكر بالانفصال لا تأخذ قرار حاليا، لا تأخذ قرار حاليا، لان العين شديدة عليك، وهي اللي مسببة لك هذا النفور، وهي الذي مسببة لك هذا النفور، فلا تأخذ قرار. أرى مال في الطريق ليك، مال في الطريق ليك، أو حوالة أو ورث. أرى حوالة أو ورث أو رجوع حق بإذن الله تعالى، انتصار لك على أعدائك بإذن الله. قول يا الله في انتصار لك على أعدائك بإذن الله تعالى. أكثر من قراءة سورة النبأ هتخلص من هي العراقيل الذي في حياتك، وهتخلص من هي العين بفضل الله تعالى، والله يحفظك من هي الثعبانة إن شاء الله. وأسيب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد بإذن الله تعالى، وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من الأبراج والاستخارات بفضل الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.